لحظة جد مؤثرة ولحظة يعني فارقة في حياة المهنة. اليوم هيئة المحامين بالدار البيضاء ومهنة المحاماة في هذا الوطن العزيز يعني تودع أحد أبنائها البررة، تودع أحد رجالاتها، تودع يعني أحد الأسماء الذين ناقشوا اسمهم في حياة هذه المهنة. النقيب عبد اللطيف أبو عشرين نقيب ورئيس يعني عز أن يجود الزمان بمثله، رجل المرافعات، رجل المواقف، الرجل الذي يعني قضى حياته كلها في رحاب المحاكم، في الدفاع عن المظلومين، وفي يعني تحمل مهمة الدفاع في أكبر الملفات التي عرفتها هذه المدينة العزيزة وهذا الوطن الكبير. نقيب بو عشرين يعتبر مثال للمحامين، مدرسة بكل ما في الكلمة من معنى، يعني مصاب جلل أن تفقد مهنة المحاماة رجل من مثل هؤلاء الرجال. يعني عزاؤنا واحد في هذا الرجل، ولا نقول إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.